بالعلم والتعلم والأدب، يطلب العلم من المهدي إلى اللحد، ينهى ألا تعاشر الجاهل حتى لو كان أخاك، يربي الأجيال على حب اللغة العربية، يتألق في قراءة قصائده، وهو الآن على مشارف إنشاء أول ديوان له، الشاعر زهدي غاوي، فليتفضل. السلام عليكم، أسعد الله مساءكم بكل خير. أولا تحياتي للجمهور الكريم وللقائمين على هذه الأمسية الثقافية الرائعة، واللي أنا بتمنى أن هذه الأمسية تتكرر في عرعرة وفي عرعرة وفي كوكب القارة وفي كل المناطق العربية إن شاء الله. طبعا اختلس وقتي، أنا بدي أحاول أني أو مضطر أني أختصر، فبدي أحكي قصتين هي عبارة عن نصائح مكتوبات على بحر الرمل أو الرمل. وزن بحر الرمل هو فاعلات أو فاعل أو فاعل في جوازات. القصيدة الأولى بعنوان أطلب العلم. إن أردت العلم فاسأل عالما، ليس عيبا أن تكون طالبا. إن أردت العلم فاسأل عالما، ليس عيبا أن تكون طالبا، إنما العيب بقاؤك جاهلا، لم تجالس قارئا أو كاتبا. أطلب العلم من المهدي إلى لحدك المحتوم يوما في التراب، هكذا القول الذي قد قاله عن رسول الله أشراف الصحاب. لا تعاشر جاهلا حتى أخاك لو كان أخاك، لا تعاشر جاهلا حتى أخاك، إنما الجهل يؤدي للعدم. لا تقل إني بلغت الأنجمة، تترك العلم وتلقي بالقلم. يستفيد الناس من خير العطاء، سجل التاريخ فضل العلماء. لا تقل إنك شيخ قد هرم، لا تقل إنك شيخ قد هرم، إذ يظل العلم ما دام الفضاء. القصيدة الثانية بعنوان عاشر الأبرار. بتمنى أن نربي أولادنا على معاشرة الأبرار. عاشر الأبرار واقبل نصحهم، عاشر الأبرار واقبل نصحهم، وبعون الله حتما تنعمون. ودع الفجار وارفض طرحهم، من أطاع الشر يوما يندم. فخيار الناس نور صبحهم، وشرار الناس ليل مظلم. وترى الأجوف شح المبسم، وهو كالبالون صفرا يعلم. وإذا المرء رقيق قلبه، طاب فيه الخلق حتى الصنم. ولكل مضغة في صدره، هي قلب أو فؤاد يحكم. قد يكون الحقد في منسوجها، يهلك المحكوم ثم الحاكم. قد يكون الخير في منتوجها، فتقر العين فيها تسلم. إن للأخيار أنقى مجلس، فاحتضنهم أبدا لا تسقموا. Thank you.